اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام البنات، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي، صحة وعافية. اليوم تبارتنا إن شاء الله كسكسي بغلال البحر. كما تشوفوا قصيت كعبتين بصل جويدين، شريت كروفات صغير والكبير، عنا دبوزة طماطم، الفلفل الأحمر والفلفل الأكحل، الكركم، الملح. اول حاجة بديت بها هو الزيت والبصل، قليتهم مع بعضهم مليح مليح. بعد ما قليت البصل وزيت، نضيف لهم الجمبري مع البصل ونحرك مليح مليح. ثم نضيف عليه الجمبري الصغير ونحرك مليح مليح. نصب مغرفة ملح
رشة الفلفل الأكحل مكثروش من الفلفل الأكحل مغرفة ونص فلفل أحمر نص مغرفة كركم اشتر المغرفة مكثروش زيادة من الكركم بعد ما صبينا اللفاحات متاعنا نصبوا الطماطم متاعنا دبوزة كاملة ننتقلوا لطريقة تحضير الكالامار المحشي عندي حضرت رز طيبته على في الماء وملح وزيت زيتونة طيبته حاضر كعبات الكالامار هذوكم طيبين في الماء 3 دقائق ومقصوصين ريفات ريفات صغيرين عنا اشتر مغرفة صغيرة ملح اشتر صغير مغرفة كركم اشتر مغرفة فلفل احمر رشة فلفل اكحل مش برشة شوية طماطم نحركهم وبالطبيعة عنا شوية بصل فرمناه في الماكينة هذيك مفروم على الاخر Thank you.
بإذن الله ما تحلش في الصوص وما يصير لها حتى شيء، مزيانة بحبنا صغيرين ما شاء الله. وكملي تغيباتنا بالكعبة بالكعبة بتاعي باش نضيف ليه الكلمار يلي عملته، ونجيب مقفول عبي بالماء نخليه يغلي. وفرد الوقت نحط الكسكسي، نصب عليه شوية زيت زيتونة ونبثبث بيدي هكاك بالطريقة هذيك، نحرك باش زيت زيتونة تدخل في الكسكسي. نحطوه الكسكسي يفور، ما شاء الله الريحة طالعة بنينة على الاخر. بعد ما فور لينا التفويرة الاولى نصبوا شوية ماء يلي خليناه يغلي المرة الأولى، نصبوا بشوية بشوية ونحركوه بشوية بشوية كما تشوفوا. نغطوه شوية ونحركوه قبل ما نحطوه يفور المرة الثانية. كل واحد وطريقته كيفاش يفور وكيفاش يجيه الكسكسي. هذا مش هو كسكسي العلا، هذا مشري شريته من عند الجزار هنا. جينا كل كعبة وحدها، نزيدو نرجعوها في الماء يزيد يفور. ونغطو عليه ونخلوه يزيد يفور الفورة الثانية. طيب البنات فطوري ما شاء الله، الريحة ما بنها محلاها، كل شيء مرتوب وكل شيء طيب ما شاء الله، محلاها ريحة بنينة على الاخر، كلامار كل شيء طاب ما شاء الله، قليد الفلفل. ان شاء الله البنات يعجبكم، وان شاء الله تجربوه وتكتبوا لي في التعليق. كيما تشوفوا البنات جبت صحن
واي صحفة واحدة عندكم نعبوها بالكسكسي كما هذيك، كما هكيك نعبو ونرصو فرد الوقت، نرصوه الكسكسي في وسط الصحفة باش من بعد كي نحطوه في الصحن يهبط مع بعضه مرصوص بالطريقة هذه. شوفوا البنات باش تجي معناها كيما الصحفة بالضبط. أكد عليكم كي تحطوا الكسكسي ترصوا عليه مليح مليح باش ما يفسدش ليكم في وسط الصحفة. حطوا كعبات الجمبري الكبير، عيبات الكلامار متاعنا، كعيب الفلفل ما شاء الله ريحته بنينة على الاخر.